عبد الله، كويس ان انت فشيت غلك فيها، على الاقل ترتاح شويه. دول الباقي عليا انا بقى. الحمد لله ان انا ما صبطتش في ابوك، كانت بقت كارثه. عبد الله، وبعدين انت هتفضل ساكت كده؟ يا عم اقعد هنا واسمعني. مش معقوله يا عبد الله، مش كده. الله، في ايه يا عبد الله؟ هتفضل ساكت كده؟ يا ابني المصيبه لما بتيجي للواحد لازم يعمل اي حاجه، لازم يفلفص، اخبط راسك في الحيط، زعق، قلت ومصوت. يا عم مد ايدك واضربني قلمين، صدقني هتستريح. في ايه يا عبد الله؟ انت ما تحسش بالذنب، انا اخوك وعارف انا بقول لك ايه. الذنب ده اللي المفروض يشيله ابوك. تكيت على نفسك عشان خاطر عيالك، لكن ابوك جه على عياله، جه علينا عشان خاطر نفسه. يا عبد الله، عبد الله، انا عارف ان انا مهما اتكلمت عمر ما هحس بالمصيبه اللي انت فيها، بس ما ينفعش. انا عارف ان انت اب، وانا عمري ما حسيت احساس الضنا. طلع عشان خاطر ما ينفعش اللي انت بتعمله في نفسك ده. بس احنا اخوات، وانا مش هسيبك، والله العظيم ثلاثه ما هسيبك. فوق بقى، يالا بقى، بقول لك ايه، انا عايزك تفك، انت فاهم ولا لا؟